إذا كنت تعتقد أن الهيمنة الصينية وليدة الصدفة فأنت مخطئ. لكي تتحول الصين إلى مركز رئيسي للتصنيع على مستوى العالم، أنفقت مئات المليارات من الدولارات على مدار 3 عقود، وثمرة تلك الاستثمارات المليارية كان تطور قدراتها في نقل بضائعها من المصانع إلى المستهلكين في أنحاء العالم بسهولة. فيما يتعلق بقطاع الملابس والأزياء، تمتلك الصين الآلات اللازمة للإنتاج بحجم وبكفاءة يصعب على أي دولة أن تنافسها، حتى أصبحت الصين أكبر مصدر للملابس في عام 2021 بصادرات تجاوزت 170 مليار دولار. ورغم التوترات المتزايدة بينها وبين الولايات المتحدة، إلا أن الصين لا تزال أكبر مصدر للملابس إليها، وهو وضع تعجز الولايات المتحدة عن تغييره حتى الآن، خصوصاً بعد عمليات الإغلاق أثناء كورونا وما نتج عنها من تعثر في سلاسل الإمداد والتوريد. فهل تستطيع أمريكا التخلص من تلك الهيمنة؟